الحمد لله صحيح ما كناش بريمير ميتون كما يلزم، كنا خسرين 3 بوان. أما تعرف ماتش ديربي ما هو سهل، معناها تحب ولا تكره في الآخر يبقى ديربي. دخلنا دوزيام ميتون قلنا يلزمنا نرجع في سكور ويلزمنا معناها نكونوا على قد المستوى. الحمد لله خدمنا بالكدا، عملنا تكتيك باهي على ذاك اللي خلينا معناها خذينا ليكار وربحنا. والله شوف توحشناهم برشا، ديجا عندنا برشا على الأمبيونس هذيا. ما تعرف كانت سالة ما عندناش الحق فيها والمولوغاسيون نتاعها ماهيش حاضرة، دونك خذينا المولوغاسيون الحمد لله. اليوم زاد بالمناسبة نحب نادي الانتصار هذا للجمهور العزيز الغالي اللي داز معنا زاد وخلينا في الطرح. صحيح بداية صعيبة ما دخلناش بالكدا، دونك ما لقيناش لعبنا من الأول هكا، ومن بعد كدوزيام ميتون عرفنا كيفاش نخدموا، عرفنا كيفاش نجيبوا ماتشونا. صحيح والله بالحق معناها جمهور تبارك الله اليوم معناتها كان يدز معنا لاخر لحظه. هاك شوف دوزيام ميتون دوبا دخلنا معناها مازلنا في 3 مينوت جو، رجعنا ايجاليتي وقتها حطينا في مخاخنا اللي احنا صاي معناتها يلزمنا نجيبوا طرح مع جمهور هذايا حرام باش يروح خاسر. شفاه جابي سوسه عملنا ماتش خايب خسرنا، لكن عندنا رجال وعندنا ناس تحارب عشان معايا الحمد لله اليوم ظهرنا هذا سور تيران كما قلت لك.